مرحبا مواليد بوشلشدي، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 26 حزيران يونيو حتى الأحد 2 تموز يوليو؟ شو في عنا بهذا الأسبوع؟ هذا الأسبوع طبعا في عنا الشمس اللي هي معاكستكم من برج السرطان. أنا حكي عن هالموضوع طبعا المفروض تكونوا أنتوا سمعتوا برجكم الشهري لحتى تعرفوا شو في بانتظاركم وشو حملتكم هذه الفترة. برجكم الشهري لحزيران يونيو بتقدروا اكيد تعرفوا شو تاثير الشمس المعاكس من ظروف من واجبات من مسؤوليات بتخربط شوي الامور، لكن مع انه الحدث مش راح بيصير بهذا الاسبوع، في عنا فول مول اكتمال للقمر ببرجكم يوم الاثنين التالي ب3 تموز يوليو ببرجكم، ففي حماسه بانتظاركم لكن مش بهذا الأسبوع. بداية هذا الأسبوع متعبة ونهايتها فارغة كليا من الحظوظ، فبدكم تكونوا حذرين. أوكي؟ ها هي المقدمة. فبدكم تمشوا على راس صبيعكم وتختاروا، يمكن تلاقوا انه فترة وجود القمر في برج العقرب هي الأفضل. بنبلش مع التنين والثلاثة. التنين والثلاثة القمر موجود في برج الميزان، وباقي برج الميزان حتى الأربعة 12 الظهر توقيت بيروت الصيفي. فترة وجود القمر في برج الميزان هي فترة تقيلة شوي عليكم، فترة مزعجية، بتتحداكم، بتحملكم زيارات، متطلبات، يمكن انفعالات ومتطلبات صعبة من الآخرين، من مجتمعكم، حتى من الأهل، من أقرب الناس لألكم، فكونوا حذرين، خاصة اللي عنده امتحانات أو عنده معيد مهمة. حاولوا ترتاحوا وتلاقوا مين يقف لجانبكم. أنتوا بحاجة إلى سبورت يمكن معنوي. الأربعاء 12 الظهر توقيت بيروت الصيفي بيروح القمر لبرج العقرب، بيبقى برج العقرب كل الخميس والجمعة حتى 6 المساء توقيت بيروت. فترة وجود القمر في برج العقرب مثل ما قلت لكم هي فترة قوية، فترة إيجابية، فترة سعيدة، فترة مقوية لإلكم، فترة بتعطيكم نصائح حلوة، بتعطيكم دعم حلو، ورح بتحسوا إنه أوكي المؤامرة راحت، ما في مؤامرة كبيرة مثل ما حسيتوا الاثنين والثلاثة. بتلاقوا مين يوقف الى جانبكم، يمكن انتم تدوروا على هالدعم، ما تلاقوا حدا فعلا يوقف الى جانبكم لانه فعلا يمكن تكتشفوا في اصدقاء مزيفين. المهم فترة وجود القمر في برج العقرب بصراحة هي الافضل وهي الانجح وهي لازم خلالها تخلصوا كل شغل هذا الاسبوع، والا رح تنصدموا بفترة مزعجة جدا، مخيبة جدا للأمال. الفترة الممتدة بين الجمعة 6 المساء توقيت بيروت حتى الأحد 8:30 المساء توقيت بيروت. أصعب فترة، أقل فترة فيها حظ هي هيدي اللي سكرتها، هي تحديدا هي فترة وجود القمر في برج القوس. فترة مزعجة، فترة مخيبة للأمال، فترة كلها confusion، كلها التباسات، وجع راس، مشاكل، خربطات، وما في شيء بيزبط. انتبهوا لصحتكم، لأعمالكم، وانتبهوا من كل شيء. تأخير، فوضى، بتضيعوا أغراض، تلتهوا، بلهوكم، فترة ما بيزبط فيها شيء، يكونوا جدا جدا حذرين. انتبهوا على علاقاتكم لأنه فعلا معقولة تزعلوا ويصير في وجعة راس. 8:30 المساء بيوصل القمر لبرجكم، هون تتغير شوي الظروف وبتبلشوا تتحضروا للفول مون ببرجكم يوم الاثنين. هذه الفترة المعنويات بترجع، لكن بعد شو؟ هل يا ترى بعد ما النار أكلت الأخضر واليابس؟ فكونوا جدا حذرين. تابعوني مع الأبراج اليومية والشهرية للمزيد من التفاصيل. باي باي.